المسألة نتاع كيفاش دبرنا الفترة نتاع وحيد، واش تأخرنا، واش خدينا وقت أكبر حتى المارس. دوك حنا متفقين بأنه ما كانش عندنا الحق جميعا أننا نفكر ولو للحظة واحدة في نقاش حول الطاقم التقني، لأن كانت عندنا المباراة المصيرية نتاع التأهل لكأس العالم. من بعد مارس أفريل كانت مجموعة نتاع الاتصالات مع مدربين باش تكون الأمور واضحة. اللي كان وهو أنه ملي تيكون البطولات تتلعبوا خلال الموسم، يعني كاين حدود ضئيلة جدا باش تلقى اتفاق. فلحقنا لحقونا لي دو ماتش نتاع تأهل لكأس افريقيا، حافظنا على النسق تاع الفريق الوطني. ومع نهاية البطولات فداروا المشاورات مع مجموعة، احنا راح نتذكرنا بعد داخلين عنا شخصين كونت لجنة فيها السي فتحي جمال والسي الطوسي والسي قبل ما يمشي للرجاء والسي عموتا، وتذكرت معهم مطولا. ومن بعد تذكرنا مع المدير التقني الجديد، وتاخذنا لسيفي اللي جاء، وخدينا تصور كامل، وجمعنا المكتب المديري الى غير ذلك. انا القرار خرجته لكاف ولا خرج المواقع، هذا كل واحد يدير خدمته، الصحافه راه تدير خدمتها. انا السي وليد اولا من غير لائق، انا قبل ما تسالي المنافسات نتاع الوداد الرياضي البيضاوي ما تذكرتش مع وليد نهائيا، لانه كان عنده التزامات داخل الفريق. وما ضفنا السي وليد اللائحة حتى قال بانني انا راه الموسم نتاعي مع الوداد ساليتو وغادي نمشي بحالي. وانا داك بدات كيف قلت لك راه كانت اتصالات موسعة، انا في الاطر الوطني راه حتى السي عمو تذكرت معه، وتذكرت معه قبل السي واحد السي وليد. وبطبيعة الحال درت منتنا مناقشة وتفهم وعرف وبالمناسبة من الأطر اللي تنكل لها كل الاحترام وكل التقدير، وناقشنا مطولا دوك هاد القرارات نتاع اننا الفريق الوطني وداكشي. وملي تذكرنا مع السي وليد ما قلنالوش يا ودي راه الا بغيتي تجي غادي نرجعوا لكوب دي موند في 2024، قلنا له يا ودي لكوب دي موند غادي تلعب في نوفمبر، واش عندك استعداد؟ والنهار الاول قلت ليه يا ودي واش تبغي تكون غير ادجوان باش تكون الامور واضحه. ملي عبر على الاستعداد نتاعو التام وعلى التحمل المسؤوليه نتاعو مع اخذ بيان سور هاد الشيء في كل حاجه في التدبير نتاعها، راه كاين الحاجه الايجابيه وكاين لي كونترانت، كاين لي زاتو وكاينين لي كونترانت. لي زاتو عاوتاني راه لقى واحد الفرقه ما راهاش كتعيش واحد الانتقال جينيراسيونيل، لقى واحد الفرقه خدمات عامين ولا ثلاث سنين مجموعه، المعدل نتاع العمر نتاعهم كله 24 ولا 25 سنة، اكتسبوا تجربة مجموعين إلى غير ذلك. وكاينين لي كونترانت في الحياة، كونترانت هي أن عندك واحد لاشيونس وأنا ما بززتش عليه. أنا السي وليد قلت ليه أنت من الأطر الوطنية اللي ما نبغيش نحملك ما لا طاقة لك به باش ما نخسركش، ما نخسرك ما يخسركش المغرب. واش تبغي تبقى غير ادجوان حتى يدوز لاكوب دي مون ونشوفو نفكرو انا داك، ولا تبغي تحمل التحدي والتشالنج من دابا؟ ملي شفت عنده الرغبه والاراده وعارف الامورات نتاعو. وما نساوش هذا السي وليد الركراكي راه هادي 10 سنين يمكن كان ادجوان مع السي الطوسي، وهاد اللاعبين اللي كيلعبوا اليوم راه فيهم واحد العدد تعرفهم، وكان راك تعرفوا هذا العالم الكره، كاين العلاقات كاين الاتصالات. فاخذا بعين الاعتبار كل هذه المعطيات والقناعات، اختينا القرار
Thank you.